سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في كل وقت وحين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أما بعد، حياكم الله، مرحبا بكم في هذا اللقاء الذي نتدارس فيه سويا كتاب التبيان في أداب حملة القرآن للإمام النووي عليه رحمة الله تعالى. هذا الكتاب الذي نتعلم فيه الأدب، والأدب كما قلنا قبل ذلك في أكثر من موطن وفي أكثر من محاضرة مقدم على العلم، والإنسان ينال بالأدب ما لا ينال بالعلم. وكان العلماء قديما يعلمون طالب العلم الأدب قبل أن يعني يغرسوا في ذهنه المعلومات، لأن تحصيل المعلومات سهل، يمكن الإنسان أن يحفظ وأن يكون حافظا وكذا، لكن تحصيل الأدب هو الذي يحتاج إلى عناية وإلى رعاية، ويحتاج إلى مخالطة، ويحتاج إلى متابعة، ويحتاج إلى تزكية، فهو الأصعب. والحقيقة أن الغرض من العلم والتعلم جميعا، والغرض من مخالطة المشايخ، والغرض من حضور مجالس العلم، هو أن يحصل في الإنسان هذه المعاني القلبية. العلم عندنا في الإسلام لا يطلب لذاته، وإنما يطلب لغيره. العلم نعم مطلب شريف، الله سبحانه وتعالى مدح العلماء وحث على العلم والتعلم، لكن العلم لا يطلب لذاته، وإنما يطلب ليحصل في القلب التقوى، ليحصل في القلب الأدب، ليحصل في القلب الإقبال على الله، ليحصل في القلب الأدب، إلى آخر هذه المعاني التي لا تتحصل بمجرد حفظ المعلومات أو ترديد ما كتب في الكتب أو نحو ذلك. فلذلك أنا شايف أن كل واحد مقبل من حضراتكم على حفظ القرآن، أو حفظ القرآن بالفعل، أو ناوي أنه هو يكون ممن سيبلغون كتاب الله سبحانه وتعالى، أو يكون من معلمي القرآن، عليه أنه يحفظ هذا الكتاب. والإمام النووي عليه رحمة الله لما ألف هذا الكتاب، إذا كنتم تذكروا، ذكر في المقدمة أنه اختصر هذا الكتاب ليكون أو ليسهل حفظه على طلاب العلم. فينبغي أن احنا هذا الكتاب يكون دستور لكل واحد مقبل على القرآن، لكل حد يريد أن يتعلم ويتأدب وينال ثمرات العلم، لأن ثمرة العلم هي الأدب. فإذا لم يحصل للمتعلم الأدب فلا خير في علمه ولا فائدة من علمه، فمن لم يهذبه العلم فكأنه لم يتعلم شيئا. لذلك هذه المجالس أنا أعتقد أن هي في غاية الأهمية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما فيها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كنا وقفنا عند كلام الإمام النووي رحمه الله عن آداب المتعلم. قال: جميع ما ذكرناه من آداب المعلم في نفسه آداب للمتعلم. يعني هو ذكر في آداب المعلم مثلا الإخلاص، ذكر في آداب المعلم أنه يبتغي بعلمه وجه الله ولا يبتغي بعلمه الدنيا. فإذا كان الإخلاص مطلوبا من المعلم، فهو مطلوب أيضا من المتعلم على نفس الدرجة. فالشيخ بيقول أنه ما ذكر من آداب المعلم ينبغي أن يتحلى بها أيضا المتعلم بنفس الدرجة، ثم بعد ذلك يزيد المتعلم بعض الآداب، ويختص المعلم أيضا ببعض الآداب. فإذا قلنا مثلا أن المعلم من آدابه أن يكون رفيقا بالمتعلم، فده أدب يخص من المعلم، هيقابله أدب آخر يعني أيضا يخص المتعلم، وهو أن يعني يتقبل الشدة من أستاذه إذا لم يكن رفيقا أو كان رفقه ليس كبيرا عليه. يبقى أدب يقابل بأدب، أدب على المعلم يقابل بأدب آخر من المتعلم. قال: جميع ما ذكرناه من آداب المعلم في نفسه آداب للمتعلم، ومن آدابه أن يجتمع
الأسباب الشاغلة عن التحصيل إلا سببا لا بد منه للحاجة. يعني العلم يا أخوانا بيحتاج إلى أنك تعطيه كلك حتى يعطيك بعضه. إذا أقبلت على أمر من الأمور العلمية، قررت أنك تدرس مادة أو تدرس علم من العلوم أو تدرس أو تحفظ القرآن، يعني يستحب لك أنك بقدر الإمكان تتفرغ لهذا أو تفرغ ذهنك لهذا، إلا إذا يعني كان هناك أمور لا بد لك منها، زي أنك تأكل، زي أنك تنام، زي أنك تدخل الحمام، كل هذه أمور يعني إيه لا بد الإنسان منها. لكن الأمر كله هنا الشيخ يريد أن يقول أن المسألة محتاجة جدية، ما ينفعش يبقى مقبل على تحصيل علم من العلوم وأنا كده إيه جاي أما أشوف الدنيا هتمشي معايا إزاي، إما أكمل وإما ما أكملش، أو والله أنا يعني بحضر مجلس العلم أما أشوف الناس دول كده بيقولوا إيه. لا، مش علاقة. أنا إذا قررت إني أدرس علم فخلاص بكون جاد في هذا، وأعطيه من وقتي وأعطيه من جهدي وأهتم به حتى أحصل شيئا. قال: وينبغي أن يطهر قلبه من الأدناس ليصلح لقبول القرآن وحفظه واستثماره. وده كلام في غاية الأهمية، هذا كلام في غاية الأهمية، وهو إنه القرآن يا أخوانا كتاب عزيز، وصفه الله سبحانه وتعالى بهذا، فقال: وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. فمش بمجرد ما حضرتك تقرر انك والله ايه انا قررت احفظ القرآن، او قررت احضر حلقة من حلقات القرآن، او قررت مثلا ادرس علم من علوم القرآن، العلوم الشرعية مثلا، سواء كان علوم قرآن او حديث او عقيدة او نحو ذلك، لا تظن انك بمجرد ما نويت انك هتفهم، او لا تظن انك بمجرد ما يعني ايه كده ايه نويت انك الامور هتمشي معاك كويس. لا، أنت ربما تفهم شيء وتغيب عنك أشياء، ربما تفهم الأمور على عكس ما هي عليه. فإذا الإنسان بيحتاج في طلبه العلم إلى أمرين. الأمر الأول يحتاج إلى الهمة وتفريغ الذهن وإعطاء الوقت والأخذ بالأسباب، ويحتاج بجوار ذلك إلى أن يطهر أرض قلبه بحيث يبقى قلبه قابل للعلم، قابل للمعلومات، قابل لأنوار الله سبحانه وتعالى. فيحتاج إلى التوفيق الإلهي. كيف يأتيه التوفيق الإلهي؟ إذا طهر قلبه من الأدناس، إذا طهر قلبه من الحسد، من الكبر، من العجب، من الرياء، كل هذا إذا الإنسان طهر قلبه يكون قلبه محل لإنبات أنوار العلم، زي الأرض بالضبط، زي الأرض. إذا كانت الأرض جيدة، جيدة، أرض طينية فيها طمي، مع أقل مجهود، مع أقل مجهود بتعطي أفضل الثمار. طب إذا كانت الأرض جدباء، يعني حط فيها مية زي ما أنت عايز، وحط فيها حبوب زي ما أنت، حط فيها استباخ زي ما أنت عايز، وحاجات كيماوية بقى في الأرض زي ما أنت عايز، ثم في الآخر تجد إن هي إنتاجيتها إما متوسطة أو ضعيفة. فأنت كذلك الأمر، حتى ينبت في القلب أو تنبت في القلب أنوار القرآن، لا بد من استجلاب توفيق الله سبحانه وتعالى. كيف نستجلب هذا التوفيق؟ بتطهير القلب من الأدناس، لأنه هذا العلم يا أخوانا نور، هذا العلم نور، ونور الله سبحانه وتعالى لا يصلح في القلب المظلم. إحنا سمعنا من مشايخنا زمان هذه الأبيات التي تنسب للإمام الشافعي رضي الله عنه. الإمام الشافعي ينسب لي هذه الأبيات: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وأخبرني بأن العلم نور، ونور الله لا يهدى لعاصي. هذا العلم نور، ونور الله سبحانه وتعالى لا يكون لكل الناس. الله سبحانه وتعالى يعطي الدنيا لمن أحب ولمن لا يحب، بل ربما الغالب أن الله يعطي للدنيا لمن لا يحب، الغالب. يعني الكفار ما شاء الله أنعم ناس دلوقتي على الأرض، أنعم ناس على وجه الأرض. وفي هذا حديث عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الله سبحانه وتعالى لا يعطي الدين إلا لمن أحب، الله يعطي الدنيا لمن أحب ولمن لا يحب، لكنه لا يعطي الدين إلا لمن أحب.
والدين في الذروة العليا منه القرآن الذي هو كلام الله سبحانه وتعالى. فإذا حتى نستجلب هذه الفضيلة العظيمة لابد أن احنا نتأهل لها. كيف نتأهل لها؟ بتطهير القلوب من الأدناس. فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. يبقى بإصلاح القلب تنقاد للإنسان إن شاء الله تعالى الجوارح. ولقد أحسن القائل: يطيب القلب للعلم كما تطيب الأرض للزراعة. يعني كما إن الأرض محتاجة تأهيل، فالقلب كذلك يحتاج حتى يقبل العلم لتأهيل. وينبغي أن يتواضع المعلم. المشايخ زمان يا أخوانا كانوا يفهمون هذا الكلام. دلوقتي للأسف تعليم العلوم الإسلامية حتى في الجامعات الكبيرة زي الأزهر وزي غيره للأسف بقى عبارة عن شغل أكاديمي، شغل إيه؟ أستاذ جاي يرمي كلمتين على الطلاب وسلام عليكم وعليكم السلام، والطالب عايز ينجح عشان يتوظف، والأستاذ عايز يخلص المقرر عشان الوقت ضيق علشان الترم هيخلص. فلا الطالب بيعاشر الأستاذ، ولا العلم بياخده على راحة، ولا في فرصة أصلا لأن الأستاذ يأدب الطالب، ولا في أصلا حاجة غير المواد العلمية بحيث تهذب هذا الطالب وتهذب هذا الشيخ مع الطالب. فصار العلم زي ما أنا قلت قبل كده زمان، العلم الآن في العالم كله في خدمة الاقتصاد. يعني الجامعات الكبرى هذه في الغالب منشأة لتخرج موظفين عشان نخرج موظفين، لكن علم حتى نطور العلم، علم حتى نتقرب إلى الله، علم حتى يعني نكون خلفاء لله على الأرض كما أراد ربنا سبحانه وتعالى، يعني ده الهدف. هذا أصبح بعيد المنال. فضلا بقى عن احنا نتكلم في التلميذ الذي يلازم شيخه بالعشر سنين والخمستاشر سنة فيتأدب بأدبه قبل أن يتعلم من علمه. ده تقريبا شبه منعدم الآن، ما بقاش خلاص. العلماء زمان كانوا الطالب يقعد في الجامع الأزهر بالعشر سنين والخمستاشر سنة قاعد في الجامعة واكل شارب نايم، بيحضر مع المشايخ الصبح وبالليل، يحضر دروس العلم وحلقات الذكر، بيصلي مع المشايخ ظهر وعصر ومغرب وعشاء. ففي مخالطة، في مخالطة وفي كده إيه يعني جو علمي وفي جو تربوي وكذا. فكان العالم يتخرج عالم. دلوقتي طلبة حتى العلوم الشرعية بتخرجوا موظفين عشان يبقى إمام وخطيب أو يبقى مدرس في الأزهر، أو حتى إذا كان من دراسة عليا أستاذ في الجامعة وربنا يكرمه كده ويشوف له برنامج أو اتنين في التلفزيون ويشتهر وكده يعني. فالأمور يعني لولا لطف الله سبحانه وتعالى بهذه الأمة لكانت الأمور صارت أسوأ من هذا بالنسبة لعموم المسلمين. المسلمين بيتأثروا بالحال أكثر مما بيتأثروا بالقبر. فالناس محتاجين حد يبقى قدوة ويفيدهم بحاله أكثر من حد يفيدهم بمقاله، لأنه الكلام الحلو مفيش أحسن منه مفيش أسهل منه. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم حذر من الناس اللي لسانهم حلو، فقال: أخوف ما أخاف على أمتي منافق عليم اللسان. يعني علمه في لسانه، يعرف كده يرص الكلام حلو، يعرف يجذب الجماهير، يعرف يبقى له حضور وشعبية، ويا سلام فلان ده كلامه كويس وكده. والناس غالبها لأنهم ضعاف العقول بيتأثروا بهذا. الأمة لا يفيدها المتحدث الجيد بقدر ما يفيدها ويؤثر فيها العالم اللي عنده حال مع الله سبحانه وتعالى. هو ده اللي بيترك الأثر حتى وإن لم يتعلم الناس شيئا. يعني ربما يأتي الإنسان العام البسيط أو يجي الطالب العلم ويجلس مع الشيخ درس أو اتنين فيعلمه فيه طول حياته، بس يبقى الحمد لله كده الشيخ أدى مهمته. الآن تعالى في الوضع الحالي الطالب بيدرس 10 أو 15 سنة في المدارس والجامعة وما بعد الجامعة ويطلع جاهل بشهادة، لا أدب ولا علم ولا أخلاق، فضلا عن قدرته أصلا على التفكير والتحليل، يعني حتى في تخصصه ربما يكون ضعيف للغاية، فضلا عن أنه لو خارج نطاق تخصصه تحس أنه إنسان ما دخلش حتى الابتدائي. فالجامعات صارت
زي ما بيقول العقاد عليه رحمة الله، الجامعات وصفها العقاد بأنها بتخرج واحد جاهل لكنه واثق بجهله أو واثق بنفسه أو جاهل لا يدري أنه جاهل. فالأوضاع يعني إيه؟ نسأل الله السلام. فالقصد هنا إيه؟ القصد إنه يطيب القلب للعلم، يطيب القلب للعلم كما تطيب الأرض للزراعة. هو ده النافع، هو ده الذي ينفع، أن يكون لهذا العلم أثر، أثر في القلب، إني فعلا اتغيرت. قبل مثلا حفظي لسورة البقرة سلوكي وأخلاقي وقلبي وإقبالي على الله وفهمي للأمور وتعاملي مع الناس مش لازم أبدا يكون مساوي لما قبل حفظي لسورة البقرة. لو سلوكي زي ما بعد ما حفظت البقرة زي قبل ما حفظت البقرة، لو سلوكي زي ما حفظت القرآن بعد ما حفظت القرآن زي ما قبل ما أقبل على حفظ القرآن، يبقى في مشكلة، ومشكلة كبيرة ينبغي التنبه إليها. قال وينبغي أن يتواضع لمعلمه ويتأدب معه وإن كان أصغر منه سنا. المسألة في العلم مش بالسن، المسألة في العلم مش بالسن. لو كان المسألة بالسن كان يبقى بعض الحيوانات أفضل من الإنسان. الإنسان بيفضل وبينبل بالتقوى وبالعلم الذي يعني يرجى أن يكون يعني له أثر في نفس الإنسان. وينبغي أن يتواضع لمعلمه. مسألة أن الطالب برضو ده من نكد الدنيا الآن، أنه بعد ما صار العلم في خدمة الاقتصاد وصارت الجامعات والمدارس الثانوية في خدمة الاقتصاد حيث تخرج موظفين، صار المعلم مجرد واحد بيديني معلومات وخلاص، دي كل علاقتي بيه. الأجيال اللي أنا أقول لا يعرفون معنى المعلم أصلا، لأنهم ما شافوش في حياتهم أستاذ، أستاذ كما ينبغي أن يكون. فتلاقي بعضهم بيتعامل مثلا في بعض الحلقات لما بعضهم يحضر كأنك أستاذ في سنتر مثلا، كأنك واحد في سنتر صاحبه، هي صاحبك ويتكلم معاك بأي طريقة ما، أو كأنه راكب في عربية مثلا كده وبيتكلم مع الناس. فالجيل هذا جيل غلبان، وغالب الناس اللي موجودة الآن ناس غلابة لم تقع أعينهم في يوم من الأيام على عالم مؤدب أو عالم مربي بحيث يعرف معنى المعلم وقيمة المعلم وكذا. فلما بنيجي نقول للناس يا جماعة تواضعوا للمعلم، هو لا يدري معنى التواضع ولا يدري معنى الأدب ولا كيف يتواضع. فتلاقيه بيناطح الأستاذ، وتلاقيه بيقول لك أنا رأيي كذا، وتلاقيه مش صابر على نفسه، وتلاقيه ما بيقبلش التوجيه ولا النصيحة، وتلاقيه إذا الأستاذ شد عليه شوية ياخد على خطره وروح ماشي كأنه يعني عايز يتعلم كده ونقعد نطبطب عليه. ده مش طلب علم، ده يعني اللي بيحصل في الغالب ده إيه. وكثير من مشايخنا لما كانوا بيتساهلوا مع الناس كان علشان الناس تقبل على العلم وتحب العلم، لكن لو اتكلمنا في ما ينبغي أن يكون الوضع هيبقى صعب جدا. يعني محدش هيقبل يعني ولا هيستحمل أدب المشايخ، يعني غالب الناس لا تتحمل أدب المشايخ. فلذلك المشايخ بيتنازلوا عن كثير من حقوقهم على أمل الناس مع الوقت تفهم لوحدها، مع الوقت تبدأ تفهم الدنيا ماشية إزاي، وربنا يفتح عليهم مع الوقت إن شاء الله. قال وينبغي أن يتواضع لمعلمه ويتأدب معه وإن كان أصغر منه سنة وأقل شهرة ونسبا وصلاحا وغير ذلك. ويتواضع المعلم فبتواضعه للعلم يدركه. وقد قالوا العلم حرب للفتى المتعالي كالسيل حرب للمكان العالي. يعني هذا الفتى المتعالي، هذا الفتى المتعالي ينبغي أن يتواضع للعلم، ينبغي أن حتى يناله، حتى ينال العلم. طيب إذا لم يتواضع هذا الفتى المتعالي لن ينال شيئا. كالمكان العالي، كالمكان العالي الجبل، قمة الجبل لا يصعد له الماء، الماء لا يصعد لقمة الجبل. طيب الأرض لو تحتاج إلى ماء لابد أن تكون منبسطة، الأرض منبسطة ينزل إليها الماء ويفيدها الماء ويقيم فيها الماء وينبت فيها الماء الزرع ونحو ذلك. فالطالب بمقدار تواضعه وأدبه ينال، ينال من العلم الكثير. فإذا
فبتواضعه للعلم يدركه. يبقى في تواضع للمعلم وفي تواضع للعلم. في ناس بتدخل على العلوم الإسلامية أو غيرها من العلوم بعقلية إن أنا معايا دكتوراه مثلا، أو ده أنا اتعلمت في مدارس مش عارف كذا، أو ده أنا أهلي صرفوا عليا كذا، أو أنا والله معايا كذا. يا سيدي أنت معاك دكتوراه في تخصصك، في غير تخصصك أنت حضرتك زيك زي غيرك. فتلاقي مثلا حضرته مع دكتوراه مثلا في الهندسة ولا دكتوراه في الطب وعايز يدلي بدلوه في كل حاجة، يقول لك لا أنا مش عاجباني الفتوى دي يا شيخ، أو أنا والله الكلام ده ما يدخلش العقل يا شيخ. وهو يعني إيه بيظن أنه إذا صار دكتورا في شيء صار دكتورا في كل شيء، أو إذا صار عالما في شيء صار عالما في كل شيء. لا، حضرتك زيك زي غيرك، إذا حضرت معنا فأنت مثلك مثل غيرك، تتأدب وتتواضع وتتعلم وربنا يفتح علينا وعليك. فالتواضع للعلم مهم. ومن التواضع للعلم يا اخوانا ان احنا ما نستزكاش. بمعنى ايه؟ ان حضرتك ما تظنش ان الاعتراضات، احنا احيانا لو نقرا مثلا في الكتب بعض الاحكام او بعض العبارات او كذا، فكنا نعترض عليها باعتراضات تافهه، يعني يقول لك يعني ازاي وقد قال رسول الله كذا، ازاي ومش عارف قد قال الله كذا، ونظن بقى ان احنا جبنا التايهه. فلذلك قالوا انك يعني مش من الادب انك تعترض على العالم باعتراضات بديهيه، يعني ما تظنش انه اللي ورد على ذهنك ده لم يرد على ذهنه. فانت من الادب بدل ما تعترض قول له طب يا شيخ انا مش فاهم ديت مع قول الله كذا، او مش فاهم ديت مع قول الرسول كذا، او مش فاهم ديت وقد قيل في الموضع الفلاني كذا. كده كده تتعلم كده، يبقى ايه الشيخ يفتح لك قلبه، شيخك يفتح لك قلبه ويقول لك اللي عنده. لكن لما تيجي تقول له ازاي وقد قال الله تعالى كذا، يبقى انت بتتهم الشيخ في ذكائه وكانك انت اذكى منه وكانك جبت التايهه، فيبقى بين جاوبك بهذه الطريقه فهتحرم نفسك من العلم. فاذا يبقى في تواضع للمعلم وتواضع للعلم. تواضع يعني تدخل على العلم كده بنفسيه الإنسان الفقير اللي عايز يتعلم ويأخذ، ولا تظن إنك هتجيب التايهة، لأنه اللي أنت هتعترض بيه أو اللي أنت هتقوله أكيد ورد على أذهان أهل العلم هؤلاء. قال وينبغي أن ينقاد لمعلمه ويشاوره في أموره ويقبل قوله كالمريض العاقل يقبل قول الطبيب الناصح الحاذق وهذا أولى. يعني الانقياد للمعلم معلم أولى من الانقياد للطبيب. أنت لما تروح لأي طبيب، هذا الطبيب لما يقول لك والله أنت هتاخد الدواء الفلاني 3 مرات ولازم قبل الأكل، لو خدته أثناء الأكل أو بعد الأكل هتضيع مفعوله أو أثره أو مش هينفعك. فأنت بتعمل إيه؟ بتنقاد، ما قدامكش غير إنك تنقاد. ما ينفعش تاخده 4 مرات ولا مرتين، هو 3 مرات يبقى 3 مرات. فأنت بتبقى حريص خاصة لو المرض خطير أو كذا. فهي نفس الفكرة، المعلم ده طبيب روحك، فأنت الانقياد له أولى من الانقياد لطبيب البدن. وبعدين الشيخ هنا لما يقول ويشاوره في أموره ويقبل قوله، يعني ربما الطالب العلم في بعض الأحيان إيه يبقى عايز كده يعني يقفز على المراحل، عايز كده ايه يشوف الشيخ بيقرا في ايه ويحضر في ايه ويقرا زيه ويروح جايب كتب ويقرا فيها وكذا من غير مشاوره. هو طبعا احنا لما الطالب بنقول له يا اخي ما تقراش دوت او بلاش الكتاب ده دلوقتي، احنا مش هنسيطر على حد، لكن احنا بننصحك. اردت ان تاخذ النصيحه انت المستفيد، ما اردتش خلاص تحمل مسؤوليه نفسك. لما الشيخ احيانا يقول للطالب طيب مش هجاوبك على السؤال ده عشان هيجي بعدين، او لما يقول لا تقرا هذا الكتاب الان، من الادب انك تنقاد لما يقوله المعلم. وادبك مع المعلم بالمناسبه، ادب الطالب مع المعلم بالمناسبه مش ادب ظاهر، يعني مش مساله انك تخفض صوتك او مساله انك تحسن السؤال، لا، هو الادب في القلب اولا، إنك بينك وبين ربك أنت تعظم هذا الشخص وتحترم هذا الشخص بينك وبين الله حتى ولو لم يرك، في خلواتك في جلواتك، وتدعو له وتذكره في دعائك. كده تنتفع،
بهذا أنت تنتفع بالعلم وتأخذ بركات وما عند هذا الشخص من علم، بغير ذلك أن تنتفع. قال فصل: ولا يتعلم إلا ممن كملت أهليته وظهرت ديانته وتحققت معرفته واشتهرت صيانته. يعني حضرتك الآن علشان تتعلم على إيد حد معين لازم تشوف هتاخد دينك من مين، لأنه لاحظ أن حضرتك لا تأخذ فقط العلم ولا المعلومة، أنت بتأخذ من الأخلاق والعادات والتقاليد. ويمكن دوت بنلاقيه واضح جدا مثلا في لو طالب مثلا درس في مدرسة أجنبية على سبيل المثال، وطالب درس في مدرسة إسلامية، أو طالب درس في دولة إسلامية، وطالب درس في دولة غربية، هتلاقي الطالب خد العلم وخد جنب العلم حاجات تانية، خد هوية، خد عادات، خد تقاليد، خد طريقة في الكلام، خد طريقة في التفكير، خد طريقة في التعامل. لذلك المسألة مش مسألة إن أنا والله راح أخد معلومات وخلاص، لا، لازم الواحد يبقى حريص وعارف إنه ما بياخدش معلوماته بس، أنت تأخذ من روح شيخك قبل أن تأخذ من كلامه ومن عقله. فلذلك الواحد ما يسلمش نفسه كده لأي حد. فقد قال محمد بن سيرين ومالك بن أنس وغيرهما من السلف: هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. وعليه أن ينظر معلمه بعين الاحترام ويعتقد كمال أهليته ووجهانه على طبقته. يعني أنت الآن ممكن يبقى شيخك اللي أنت بتدرس على إيده بالفعل هو كامل، لكنك لا ترى كماله فلن تنتفع. طيب هو ممكن يكون مش كامل لكنك تراه كاملا، كده تنتفع. ليه؟ لأن أنت لو نظرت لشيخك على أنه كامل فأنت هيبقى سقفك الكمال، سقفك هو الكمال. طيب لو أنت نظرت لشيخك على أنه غير كامل حتى وإن كان هو بالفعل غير كامل، هيبقى سقفك عدم الكمال. فأنت اعتقادك ينفعك في شيخك حتى وإن كان الشيخ دون المستوى أو دون ما تعتقده فيه. وعليه أن ينظر معلمه بعين الاحترام ويعتقد كمال أهليته ورجحانه على طبقته، فإنه أقرب إلى انتفاعه به. يعني إذا اعتقدت رجحان شيخك على غيره وإن ما عنده لن تجده عند غيره، كده هتمسك في كل كلمة بيقولها وهتفصص في كل كلمة بيقولها وتحاول تنتفع بكل كلمة. لكن لو أنت تدرس وأنت عارف أن والله الكلام ده غيره بيقوله أو الكلام ده بيتقال كتير، هذا الكلام لن تنتفع به لا من شيخك ولا من غير شيخك، فأنت خسران في الآخر. وكان بعض المتقدمين إذا ذهب إلى معلمه تصدق بشيء وقال: اللهم استر عيب معلمي عني ولا تذهب بركة علمه مني. يعني شوفوا طلبة العلم زمان كانوا إزاي يتصدق قبل الدرس علشان يرى في شيخه الكمال، لأنه لو رأى في شيخه البشرية، لو رأى في شيخه عيب من العيوب، ربما هذا يقطعه عن الانتفاع بشيخه. فإذا اعتقد في شيخه كمال الأهلية، هذا يعني إيه؟ يجعله في مكان عالية، يجعل شيخه في مكانة عالية في قلبه، وبالتالي يكون انتفاعه من الشيخ أعلى وأفضل. وقال الربيع صاحب الشافعي رحمهما الله: ما اجترأت أن أشرب الماء والشافعي ينظر إلي هيبة له. الربيع كان واحد من تلاميذة الإمام الشافعي أو من كبار تلاميذة الإمام الشافعي، فبيقول: وأنا قاعد مع الشافعي في مجلس العلم ما كنتش أقدر حتى أشرب مية. ليه؟ هيبة من الشافعي، هيبة من الشافعي، سبحان الله العظيم. دلوقتي الطلبة طبعا زي ما حضراتكم عارفين يعني ممكن يأكلوا في المدرجات في المحاضرات، ممكن يخرج من غير استئذان، أمور عجيبة، أمور عجيبة. وطبعا المعلمين بيتحملوا جزء من هذا، يعني المعلم اللي يسمح بهذا هو يتحمل المسؤولية. إن شاء الله ما حدش يدرس معاه خالص، لكن الأدب مهم. وروينا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: من حق العالم عليك أن تسلم على الناس عامة وتخصه دونهم بالتحية. يعني ما ينفعش كده يبقى شيخك قاعد مع مجموعة من الناس أو مجموعة من الطلاب أو حتى مجموعة من المشايخ وتدخل كده تقول السلام عليكم ورحمة الله. لا، من الأدب إنك تسلم على الناس كلها سلام، وبعدين شيخك ليه سلام لوحده. السلام عليكم ورحمة الله،
وبعدين تقبل على شيخك كيف حالكم شيخنا كذا، وأن تجلس أمامه ولا تشيرن عنده بيدك ولا تغمزن بعينك، يعني تبقى الجلسة جلسة وقار، جلسة وقار مبقاش فيها حركة كتير. ولا تقولن فلان قال خلافا لقوله، ده مش من الأدب الذي يقع فيه كثير من الناس، إنك ما ينفعش تعارض كلام شيخك بكلام غيره، ما ينفعش تقول له ما هو فلان قال كذا. طيب ماذا أقول لو أنا الشيخ قال حاجة وأنا بالفعل سمعت خلافها؟ ما ينفعش تقول له ده فلان قال خلاف قولك، قول له يا شيخ أرأيت أو ما قولك في من يقول كذا وكذا وكذا، أو كيف نقول أو كيف نجيب على من قال كذا وكذا وكذا كده. لكن ما ينفعش تقول له والله ده أصل فلان قال كذا، يعني أنت بتقول كذا، طب ما هو الشيخ فلان قال كذا، يعني كأن حضرتك الآن إما إنك بتتهمه بالجهل بقلة الاطلاع، أو إنك عايز توقع الشيخين في بعض وكده، أو عايز يذم في الشيخ التاني. ففي كل الأحوال الطريقة غير مناسبة، طريقة غير مناسبة. فأنت لا تذكر عند شيخك شيخ آخر أصلا، ولا تقول فلان قال كذا ولا فلان عاد كذا، ولكن قل إذا كان في كلام يقول الشيخ مخالف لما سمعته من غيره، قل له يا شيخ فما قولك في من إذا قيل كذا أو في من يقول كذا وكذا وكذا. ولا تغتابن عنده أحدا ولا تشاور جليسك في مجلسه. ولا تغتابن عنده أحدا، بعض الطلبة ممكن يجامل الشيخ فيزم في شيخ تاني، ده مش من الأدب أيضا، هذا ليس من الأدب، والشيخ إذا سمح بهذا فالشيخ ينبغي أن يعني أن يصلح قلبه ولا يسمح بهذا. ولا تغتابن عنده أحدا ولا تشاور جليسك في مجلسه، ما يبقاش قاعد الشيخ قدامك وانتوا الاثنين قاعدين بتتكلموا كده كلام لا يسمعه الشيخ حتى وإن كان العدد كبير. يعني يا أخوانا الشيخ يجلس في مجلس أنت جوارحك عينك كلها مقبلة على شيخك من أول ما يقعد لحد ما يقوم، لا يشغلك أحد عنه، لا موبايل ولا فلان قال لك كلمة ولا فلان سألك سؤال ولا أنت تقعد تتكلم مع زميلك، لا هذا لا يجوز. أنت جوارحك كلها مقبلة على الشيخ من أول ما يقعد الدرس لحد ما يخلص، لا تنشغل بشيء آخر. ولا تأخذ بثوبه إذا قام، ما ينفعش إيه تقول له استنى شيخ وتروح ماسكه من ثوبه. ولا تلح عليه إذا كسل، يعني أنت شايف الشيخ بيجاوبك بالعافية فأنت ما تقعدش بقى إيه تطول في السؤال، اختصر وأوجز، لقيته والله مش قادر يتكلم أو حاسس إنه هو معرض عنك أو كذا أو كذا، تعال في وقت تاني ترى فيه نشاطه، لأن طالب العلم يا أخوانا مش مكنة جاي يسأل سؤال ياخد إجابة، ولا الشيخ مكنة بيدي لازم إيه هتدوس على الزرار رح مديك إجابة، الأمور مش كده. لازم طالب العلم يكون عنده ذوق وعنده فهم لمتى يسأل وكيف يسأل بحيث تخرج له الإجابة المناسبة. الشيخ ممكن يمتنع عن الإجابة لأنه مش مركز، ممكن يمتنع عن الإجابة لأنها مش حاضرة في ذهنه، ممكن يمتنع عن الإجابة لأنه مغضبان دلوقتي، فهو أنت عايز أي كلام وخلاص ولا عايز إجابة ترضي الله سبحانه وتعالى؟ فلذلك الإحاح في السؤال مش كويس مش طيب. فالطالب لازم عنده ترمومتر كده ووصله، عارف حافظ شيخه، ده الطالب يبقى حافظ شيخه، ما الذي يرضيه ما الذي يغضبه، متى يجيب، متى نعرف فيه النشاط، متى نعرف فيه الكسل، متى نعرف فيه الغضب. نعم. ولا تعرض، طبعا انتوا الحاجات دي ممكن بعضكم يتعجب من انه يعني هو الشيخ ده احنا هنتجوزه يعني نعرف امتى بيغضب وامتى بيعمل، لا يعني هلا المساله مش كده، المسألة إن الشيخ سيفيدك أكثر من الزواج وسيفيدك أكثر من سائر ما في حياتك إذا أراد الله لك وأنت فعلت. كان نافع، كان الإمام نافع شيخ الإمام مالك كان عصبي، كان عصبي وما كانش يرضى كده يعلم أي حد، كان لما يجيله طلاب علم كان عنده كلب، كان يربي كلب، فكان لما يجيله بعض طلبة العلم كده يروح مسيب عليهم الكلب بتاعه بحيث يعني ايه يرى يعني ايه جديتهم في طلب العلم. ومن عصبيته دي كان الامام مالك يستناه في الشارع ويعمل نفسه انه مش جايله مخصوص،
وبعدين لما يمشي في الشارع شوية يمشي الإمام مالك وراه، وبعدين يروح مقدم شوية فيبقى ماشي قصاده، وبعدين لما الشيخ يحس إن في حد ماشي جنبه يروح الإمام مالك سأله سؤال في سطر، وبعدين يجاوب يروح واخد السؤال ويروح ماشي، ما بيتنهاش، مش يقول له طب كذا ومش طب كذا وسؤال يتولد سؤال، لا هو إيه السؤال يجاوب يروح الإمام مالك واخد السؤال ويرضى بما قاله الله يروح ماشي. وبهذا صار الإمام مالك من تلامذة نافع. سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه كان يذهب لسيدنا ثابت زيد بن ثابت ويقعد على قدام بيت ويستنى حد ما يطلع لصلاة الفجر، يقعد كده من بعد العشاء قدام بالبيت ولحد ما يطلع ينتظر خروجه لصلاة الفجر، ويفضل قاعد على الباب منتظر حتى يخرج لصلاة الفجر. كان راكب الدابة بتاعته كان يمسك له الدابة ويساعده في وكذا. فكان سيدنا زيد بن ثابت يقول له يعني أنت مثلك يفعل معي كذا، فسيدنا عبد الله بن عباس يقول له هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا. سيدنا زيد بن ثابت أحيانا ينزل من على الدابة ويركبه أو يعني يعزم عليه يركب معاه أو كذا، فيقول له هكذا أمرنا أن نفعل بأهل بيتنا بدينا. في الأدب الأدب. كنا سمعنا عن الشيخ عماد عفت رحمه الله إنه قرأ علم على بعض المشايخ في الأتوبيس، الشيخ مش فاضي، فمتى الشيخ نقرأ عليك؟ يقول له شوف أنا يا ابني بروح المواصلات كل يوم بركب الأتوبيس الفلاني، فأنت تركب معايا المواصلات وتقرأ معايا وإحنا راكبين الأتوبيس. الشيخ يروح البيت استناه خارج، يركب مع الأتوبيس ويقعد يقرأ عليه نص ساعة ويروح نازل من الأتوبيس كده. ولا تلح على كاسلة ولا تعرض، ولا تعرض عنه إذا أعرض عنك، أي تشبع من طول صحبته، يعني ما تقولش خلاص أنا خدت اللي عنده. ولا تعرض أي تشبع من صحبته، إن الصحبة هو أنت الشيخ ده مش مادة استعمالية هتاخد حبة علوم من عنده وشي، الشيخ ده روح، الشيخ دوت صحبة في الدنيا والآخرة، ملازمة، أخوة في الله. إذا بصيت للموضوع كده هيفرق معاك جدا على مستوى علاقتك بالله وعلى مستوى صلاح قلبك. وينبغي أن نتأدى بهذه الخصال التي أرشد إليها علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وأن يرد غيبة شيخه إن قدر. يعني هيلاقي الناس أحيانا بيذكروا شيخه بالسوء، فهو من أدبه أن يرد غيبة شيخه، فإن تعذر عليه ردها فارق ذلك المجلس. يعني من الأدب أن لا يجلس في مجلس أو يوجد في مكان يسب فيه شيخه أو يعاب فيه في شيخه، لأنه في حاجة اسمها الوفاء أصلا. ويدخل على شيخه كامل الخصال متصفا بما ذكرناه في المعلم. يعني حضرتك تدخل على شيخك وانت مهندم مرتب مفرغ قلبك لشيخك، مستعد تقول الكلام الطيب، ما تجيش للشيخ بهمومك، لا جيت لمجلس العلم ارمي الدنيا ورا ظهرك، ادخل على شيخك والدنيا على باب الدرس، ما تدخلوش بمشاكل البيت ومشاكل العيال ومشاكل الشغل ومشاكل الدنيا، ما تجيش تدي طاقة سلبية في المجلس بأسئلتك وبحركاتك وبكذا، ده يفسد المجلس عليك وعلى الحاضرين. مجلس العلم ده روضة من رياض الجنة، هتيجي هذه الروضة يبقى تترك الدنيا وراء ظهرك تماما وتيجي مستعد لهذه الروضة. إذا استعددت هذا الاستعداد ربنا سبحانه وتعالى يحل لك مشاكلك إن شاء الله، حتى وإن لم تتحدث في هذه المشاكل أو إن لم تأخذ رأي شيخك في كيفية حل هذه المشاكل ببركة مجلس العلم. قال ادخل على شيخه كامل الخصال متصفا بما ذكرناه في المعلم متطهرا مستعملا للسواك. يعني انت كطالب علم ترعى انك تكون رائحتك نظيفة، ثوبك نظيف كده، فارغ القلب من الامور الشاغلة، والا يدخل بغير استئذان. اذا كان الشيخ في مكان يحتاج فيه الى استئذان، يعني بعض الاماكن تحتاج الى استئذان، الشيخ قاعد في مكان والحجرة مغلقة يبقى ما تدخلش إلا ما تستأذن. طيب الشيخ والله في درس عام مفتوح في مسجد، فيبقى إذن لا يحتاج إلى استئذان، الاستئذان ساعتها يبقى من قلة الأدب،
إنك تقطع كلام الشيخ، طيب، أو إنك تبقى عارف مين الشيخ اللي بيحب يستأذن منه ومين الشيخ اللي بيقبل إن الطلبة تدخل وتخرج كده، زي ما قلنا كده، يبقى الطالب عارف ما الذي يحبه الشيخ وما الذي لا يحبه، والمشايخ مش زي بعض. وأن يسلم على الحاضرين إذا دخل ويخصه دونهم بالتحية. طبعا مسألة السلام في مجلس العلم يا إخواننا، مسألة السلام في مجلس العلم، إذا كان الشيخ بيتكلم في مجلس علم والناس قاعدين فلا ينبغي أن تسلم، تدخل وتجلس مباشرة حتى لا تقطع الدرس. طيب إيه الحمد لله في الميعاد والشيخ لسه ما بدأش الدرس، أو الشيخ قاعد 5 دقائق كده بينتظر الناس لما تتجمع أو تدخل من الباب أو كذا، طيب عندها في هذا الوقت تسلم إن الدرس لسه ما بدأش. لكن دخلت جيت متأخر ربع ساعة والشيخ شغال، ما ينفعش تقطع كلام الشيخ تقول السلام عليكم، لا اقعد على طول في أي مكان أو اقعد بغير سلام. وزي ما قلنا إنه هيسلم على الحضور جميعا ويخص شيخه بالتحية. وأن يسلم عليه وعليهم إذا انصرفا، نفس الكلام، يبقى سلام في البدء وسلام في المنتهى كما جاء في الحديث، فليست الأولى بأحق من الثانية، يبقى في سلام في البداية وسلام في النهاية، مش نخلص الدرس نروح واخدين حاجتنا وماشيين وخلاص خدنا اللي احنا عايزينه ونروح ماشيين، لا، السلام عليكم يا شيخ تأمرنا بشيء، شكرا، سلام عليكم كده، احنا يعني شفنا كده. ولا يتخطى رقاب الناس بل يجلس حيث ينتهي به المجلس، مسألة بقى ان في مكان انا حاجزه ومسألة اني والله قاعد وحاجز لصاحبتي او حاجز لصاحبي، هذا ليس في مجالس العلم، ومجالس العلم ليست كذلك، طالب العلم يجلس حيث ينتهي به المجلس. يعني ايه حيث ينتهي به المجلس؟ يعني في المكان الفاضي تقعد، الا ان يأذن له الشيخ في التقدم او يعلم من حالهم ايثار ذلك، يعني الا اذا الشيخ قال لا تعالى انت يا فلان قدامي هنا عشان عايزك عشان انت اللي هتقرا مثلا، او لا تعالى يا فلان عشان انت عايز مثلا سمعك ضعيف او شيء، او لاي سبب من الا اذا اذن له او يعلم من حالهم ايثار ذلك، الا اذا خلاص فلان دوت معروف هو اللي بيقرا للشيخ، فاذا حتى جه متاخر بنوسع له عشان يقعد جنب الشيخ او بجوار الشيخ او كذا، فهو خلاص يجي بعد كده وهيشوف الطلبه بيوسع له فيروح قاعد. ولا يقيم احدا من موضعه، ما ينفعش حضرتك تدخل مكان وتقول لحد قوم ده مكاني مثلا، هذا لا يليق، فان اثره غيره لم يقبل، يعني انت من باب الادب مش لما واحد يفتح لك باب تروح داخل، يعني هو ممكن حد يقول لك تعالى مكاني وانا اقوم لك من باب الادب والذوق، فانت من باب الادب والذوق ايضا انك لا تقبل هذا، لانه هيقوم يروح فين؟ يعني انت هتقعد وبعدين هو يقعد يدور على مكان، لا، هي مشكلتك أنت من البداية، فهو إذا كان في غاية الذوق معك وآثرك بمكانه فأنت أيضا من الذوق أنك لا تقبل، اقتداء بابن عمر رضي الله عنهما، إلا أن يكون في تقدمه مصلحة للحاضرين أو أمره الشيخ بذلك. ولا يجلس في وسط الحلقة إلا لضرورة، يعني لو هم قاعدين متحلقين عاملين دايرة والمكان ما فيش مثلا مكان تقعد فيه، ما تجيش حضرتك تروح مخطي وقاعد في النص، لا، المفترض انك الناس لما بيكون في دايره وحد بيجي بنوسع الدايره، ما ينفعش الجلوس في وسط الحلقه. ولا يجلس بين صاحبين الا باذنهما، يعني انت عارف ان في اثنين الاثنين دول جايين مع بعض، ما تبقاش انت كده تروح جاي وقاعد في وسطهم. ولا يجلس بين صاحبين الا باذنهما، فان فسح له قعد وضم نفسه، يعني ما تقعدش بقى وتاخد مساحة، لا، انت اصلا الناس موسعين لك والمكان ضيق، فخليك برضو انت ذوق، ضم نفسك ولم نفسك بحيث ما تضيقش على الناس اكثر من هذا، فان فسح له قاعدة وضم نفسه. قال فصل، وينبغي ايضا ان يتأدب مع رفقته وحاضر مجلس الشيخ، فإن ذلك تأدب مع الشيخ، يعني احترام الجالسين مع الشيخ من الطلاب من احترام الشيخ. ما ينفعش يبقى في طالب مثلا غلط فيك على سبيل المثال أو قال كلمة ما عجبتكش أو كذا تروح رادد عليه وتقول للشيخ يا شيخ أنا ما بكلمكش أنت، أنا بكلمه هو. لا، أنت احترام كل من عند الشيخ من احترام الشيخ. فإن ذلك تأدب مع الشيخ وصيانة لمجلسه، ويقعد بين يدي الشيخ قعدة المتعلمين لا قعدة المعلمين،
حضرتك هتيجي تقعد قاعد متعلم، يعني قاعد كده هو يعني ايدك مضمومة رجلك مضمومة، ما فيش رجل تتحط على رجل، ما تقعدش كده هو يعني ايه فارد نفسك. لا احنا مش في مجلس ضيافة هنا، انت قاعدة متعلم، يعني جلسة انسان متواضع. ولا يرفع صوته رفعا بليغا من غير حاجة. خفض الصوت يا جماعة مشكلة كبيرة جدا، مش عارف ليه معظم العرب بيحبوا يعلوا صوتهم وهما بيتكلموا، دي مش عارف الحقيقة ايه سبب دوت او ايه سر دوت. عايزين ندور مع بعض في التاريخ نشوف ايه اللي حصل خلى الناس تعلي صوتها وهي بتتكلم بهذه الطريقة. ولا يرفع صوته رفعا بليغا من غير حاجة، اذا كنت بتكلم شخص واحد ليه كل في الأوضة يسمعه؟ إذا كنت في مكتبة من المكتبات ليه تزعج الناس في المكتبة؟ يبقى حضرتك تتكلم بشويش خالص بحيث لا يسمعك إلا من تتحدث معه. أنا مش عايز أسمعك، أنا ممكن أكون قاعد جنبك لكني مش عايز أسمعك، فأنت تبقى بالهمس لو بتتكلم مع حد. أوضة مليانة فيها طلاب كتير يبقى بالهمس. لا إحنا دلوقتي ما شاء الله ممكن تبقى في الحجرة المجاورة والناس في حجرة وصوتهم واصل لبره، واصل الحجرة الثانية. ولا يرفع صوته رفعا بليغا من غير حاجة. ولا يضحك ولا يكثر الكلام من غير حاجة. الضحك في حضور المعلم إلا إن سمح به أو كان في موقف معين، لكن يبقى كده ضحك على الفاضي ومليان هذا ليس من الأدب. ولا يكثر الكلام من غير حاجة، يعني مش كل ما الشيخ يقول حاجة تروح حضرتك عايز تضيف معلومة، مش كل ما الشيخ يقول حاجة تروح عايز تعقب عليها. لا يعني انت ما تتكلمش الا اذا كان في سؤال او اشكال معين وعندما يسمح الشيخ. ولا يعبث بيده ولا بغيرها، ما تبقاش قاعد عمال تطقطق في صابعك مثلا او عمال تلعب بالقلم او عمال تهرش كل شوية. ولا يعبث بيده ولا بغيرها. ولا يلتفت يمينا ولا شمالا من غير حاجة، ما تبقاش قاعد عمال تتلفت هتروش الناس اللي موجودين وتخلي الشيخ مش ملتفت للدرس. بل يكون متوجها للشيخ مصغيا إلى كلامه، يعني أنت بكليتك مع الشيخ بعينك وبجوارحك. قال فصل: مما يتأكد الاعتناء به ألا يقرأ على الشيخ في حال شغل قلب الشيخ وملله واستنفاره وروعه وغمه وفرحه وجوعه وعطشه ونعاسه وقلقه ونحو ذلك مما يشق عليه ويمنعه من كمال حضور القلب والنشاط، وأن يغتنم أوقات نشاطه. زي ما قلنا لحضراتكم المفروض طالب العلم ده عنده قرون استشعار، فهم شيخه، عارف إمتى يقدر يسأله إمتى ما يقدرش يسأله كده. أنت بتضبط بوصلتك على الشيخ لما الشيخ يكون مستعد أنت تسأل، مش لما تكون أنت عايز تسأل تروح سائل وخلاص ترمي الكلمة كده وخلاص. يبقى إذن إيه؟ الطالب بيقرأ الشيخ لأنه هيفيدك، وإفادته لك فائدة في الآخرة وسعادة الدارين تستحق الصبر. ومن آدابه أن يحتمل جفوة الشيخ وسوء خلقه، يعني لو افترضنا إن في شيخ زي ما قلنا كده جاف في المعاملة، أو شيخ ما بيعرفش يزوق الكلام، أو شيخ سيء الأخلاق، على فرض ان في شيخ كده يعني عليه انه يتحمل. مفيش حاجه اسمها عامله بالمثل، مفيش كده. ده احنا المشايخ كان ربما يطرد الطالب والطالب يقعد يستسمحه عشان يرجع الدرس تاني، يطرده طردا ويقول له يا ابني مش عايز اشوف وشك تاني ما تجيش الدرس، ويقعد يجيب له وصايه معلش يا شيخ مش هغلط تاني ارجوك اقبلني في الدرس انا غلط انا كذا. الشيخ يقبل، مفيش حاجة اسمها والله طب هو عامل معاك كده طب والله ما حاضر له تاني. انت يعني انت بتعاقب الشيخ مثلا؟ طيب العلم مش كده. ولا يصده ذلك عن ملازمته واعتقاد كماله كمان، يعني اذا الشيخ كان جاف معاك او سيء الخلق معاك هذا لا ينبغي ان يصدك عن ملازمته بل واعتقاد ان هذا هو الكمال كمان، او انه كامل لكنه يعاملك انت مثلا بهذه الطريقة لأنه يريد أن يربيك، لأنه يريد منك شيئا، أو لأنه يرى فيك شيئا أو كذا. ويتأول لأقواله وأفعاله التي ظاهرها الفساد تأويلات صحيحة، يعني إذا الشيخ قال حاجة أنت ما فهمتهاش قوي
ويمكن كان يقصد كذا، يمكن كان يقصد كذا، وتشوف لكلامه مخرجا صحيحا حتى تتأكد. فما يعجز عن ذلك إلا قليل التوفيق أو عديمه. يعني أنت حضرتك مهما عملت هتلاقي دايما لأقوال المشايخ مخارج صحيحة. طيب ما لقيتش مخرج صحيح وإن أنت قلبت الكلام لقيته ما ينفعش خالص، الشيخ بيقول لك إنه هذا من قلة التوفيق أو من عدم التوفيق. فإذا كلام المشايخ في الغالب له تخريجات صحيحة. وإذا جفاه الشيخ ابتدأ هو بالاعتذار إلى الشيخ وأظهر أن الذنب له والعتب عليه، فذلك أنفع له في الدنيا والآخرة وإنقاء لقلب شيخه له. يعني حتى إذا الشيخ هو اللي جفاه أو ابتدأه بذلك فهو الذي يذهب للاعتذار، مش هو اللي غلط، مش هو اللي غلط هو اللي يعتذر، فيش كده برضه. أنت مع شيخك، أنت الإيه، أنت اللي بتبادر بيه، تبادر بتنقية الأجواء وتبادر بالاعتذار وكذا. وقد قالوا من لم يصبر على ذل التعلم بقي عمره في عماية الجهالة، ومن صبر عليه آل أمره إلى عز الدنيا والآخرة. ومنه الأثر المشهور عن ابن عباس رضي الله عنهما: ذللت طالبا فعززت مطلوبا. يعني أنت الحاجات دي كلها إذا رأيت فيها مذلة فهي مذلة محمودة، لأنك تحصل بها عز الدنيا وعز الآخرة، فضلا أنها مطلوبة شرعا وتساب عليها، مش مجرد مسألة أنك فقط هتذل نفسك وخلاص. طيب، وقد أحسن من قال: من لم يذق طعم المذلة ساعة قطع الزمان بأسره مذلولا. فصل: ومن آدابه المتأكدة أن يكون حريصا على التعلم مواظبا عليه في جميع الأوقات التي يتمكن منه فيها، ولا يقنع بالقليل مع تمكنه من الكثير. يعني أنت شفت أنك ممكن تحصل هذا العلم وتفهم هذا العلم، فابذل له وقتك ولا تقنع بالقليل من الأوقات أو القليل من المذاكرة. ولا يحمل نفسه ما لا تطيق مخافة من الملل وضياع ما حصل. يعني برضو في المقابل إذا لقيت نفسك والله ما بتقدرش تفهم إلا هذا القدر أو بتقدرش تذاكر إلا هذا القدر، لا تحمل نفسك ما لا تطيق، لأنه العبرة بالاستمرار على طريق العلم، وليست العبرة بأنك تلتهم الكتب وتحصل الكتب كل ما عند الشيخ بسرعة وكذا، هذا لا يفيدك. ولا يحمل نفسه ما لا تطيق مخافة من الملل وضياع ما حصل. وهذا يختلف باختلاف الناس والأحوال. يعني كل طالب هيبقى فقيه نفسه، هيبقى عارف متى يكون مقبلا على العلم ومتى لا يكون مقبلا، متى يستطيع الاستيعاب الكثير، متى يستطيع ان هو والله مش هذاكر النهارده غير هذه الصفحه وافهمها كويس وكفايه عليا كذا، او لا والله انا مقبل ممكن اخلص 5 6 7 10 20 30 40 50 صفحه. نعم، فانت والله لقيت نفسك مقبل على المساله وكذا، خلاص دوس. لقيت نفسك والله المسألة بالنسبة لك صعبة، خذ القليل، والمهم هو أنك تفهم الكلام فهما صحيحا. وإذا حضر إلى مجلس الشيخ فلم يجده انتظره ولازم بابه، ولا يفوت وظيفته إلا أن يخاف كراهة الشيخ لذلك بأن يعلم من حاله الإقراء في وقت بعينه. يعني أنت الشيخ تأخر شوية عن مجلس العلم، أو الشيخ رحت له ما لقيتهوش، تنتظر لحد ما يجي، إلا إذا أنت عرفت إنه من عادة الشيخ إنه إذا والله اتأخر خلاص ما بيجيش، ويكره أن ينتظره الطلاب إذا تأخر. أنت برضو تبقى عارف طبيعة الشيخ وما يحبه وما يكرهه. إلا أن يخاف كراهة الشيخ لذلك أن يعلم من حاله الإقراء في وقت بعينه، وأنه لا يقرئ في غيره. يعني أنت إذا عرفت أن الشيخ لا يجلس للطلاب، لا يجيب على الأسئلة إلا مثلا من بعد الظهر لحد العصر، أو من بعد المغرب لحد العشاء، يبقى أنت بتجيله في هذا الوقت مش في غيره، وأنه لا يقرئ في غيره. وإذا وجد الشيخ نائما أو مشتغلا بمهم لم يستأذن عليه، بل يصبر إلى استيقاظه وفراغه أو ينصرف. يعني طبعا
يعني ده أدب رفيع جدا، إنك لا تقطع الشيخ إذا وجدته منشغلا، بل أنت تفضل مستني حد ما هو يلاحظ إنك موجود، فيقول لك يا ابني أنت كنت عايز حاجة أو منتظر ليه في حاجة، فأنت تبدأ تقول والله أنا كنت منتظرك عشان أسألك في الموضوع الفلاني. ممكن حاجة تانية لطيفة إنك تعرف تقول له يا شيخ لا تشغل بالك بي، أنا قاعد في انتظارك لما تنتهي، أنا كنت أريدك في أمر مثلا. هذا ممكن وهذا ممكن، والصبر أولى، الصبر أولى، إنك تبقى قاعد كده هوت لحد ما الشيخ هو اللي يلاحظك ويشوفك ويحس إنك عايز حاجة فيقول لك تعالى، هو الذي يدعوك. والصبر أولى، كما كان ابن عباس رضي الله عنهما وغيره يفعلون، أسيادنا كانوا بيعملوا كده، أسيادنا كانوا بيعملوا كده. وينبغي أن يأخذ نفسه بالاجتهاد في التحصيل في وقت الفراغ والنشاط وقوة البدن ونباهة الخاطر وقلة الشاغلات قبل عوارض البطالة وارتفاع المنزلة. يعني أنت حضرتك لما تحصل شيء من العلم هتلاقي نفسك الناس بتبدأ تيجي تسألك شوية بشوية، طلبة علم الدين بيسألوك شوية بشوية، فأنت خذ نفسك بالقوة عندما تبدأ عند بداية الطلب هذه قبل أن تنشغل، لأنك إذا كنت الآن مش مشغول هتبص تلاقي المشاغل بتزيد مع تقدم الإنسان في العمر، مشاغله ما بتقلش بتزيد. فأنت اغتنم وقتك الآن الآن الآن، مفيش حاجة اسمها هبدأ بعدين أو لما أفضى، مفيش فضى. كل مرحلة من مراحل العمر فيها واجبات لكنها مختلفة تماما. فأنت وجدت نفسك الآن مقبل على أمر، يلا أقبل عليه بكلياتك ولا تنتظر شيئا. فقد قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: تفقهوا قبل أن تسودوا، معناه اجتهدوا في كمال أهليتكم وأنتم أتباع قبل أن تصيروا سادة. كثير من طلبة العلم بيستعجل أنه يتصدر، أو كثير من طلبة العلم بيستعجل أنه يبدأ بقى يعلم الناس ويعمل زي شيخ وكذا. إحنا كان بعض مشايخنا، يعني اتنين من المشايخ، لكن واحد منهم كان كبير واحد منهم كان أصغر في السن، فالشيخ الصغير هذا كان يعني 35 مثلا 33 في هذه الحدود، والشيخ الكبير كان طبعا شيخ كبير فوق 55 فوق 60. فبيجي شيخنا هذا الصغير يستأذن منه، كنا احنا لسه طلاب في الجامعة 20 سنة 21 سنة. فجيه الشيخ يستأذن من الشيخ يقول أنا يا شيخ دعيت لي إن أنا ألقي درس في المكان الفلاني. فقال له يا ابني لا ما تدرسش دلوقتي، لا تتصدر قبل الأربعين، لا تتصدر قبل الأربعين. فهو إيه، أنت كمل نفسك كويس، ذاكر كويس، كن عالما بحق، ثم بعد ذلك تصدر، وإلا هتعك الدنيا وهتندم. قبل أن تصيروا سادة، فإنكم إذا صرتم سادة متبوعين امتنعتم من التعلم لارتفاع منزلتكم وكثرة شغلكم. الواحد اللي بيحصل إيه لما بيتصدر ويبدأ يعلم، يبدأ طلبه للعلم، طلبه للعلم يخف، إن ما عندوش وقت يطلب العلم عايز يعلم، فهيزيد إمتى؟ لذلك اللي هيتصدر العلم ينبغي أنه يجمع بين الأمرين، أنه يبقى عنده وقت ليتعلم هو ويزداد هو، وعنده وقت آخر ليعلم فيه. ولأنه تعليم العلم شغل، شغل ذهني وشغل بدني، تحضير الدرس محتاج وقت، أو محتاج على الأقل خالص تفرغ قلب، حتى وإن كان الدرس سهل الشيخ مش محتاج يحضره لأنه حضره قبل ذلك، أو المعلومات اللي فيه معلومات أولية أو كذا، هو يحتاج أيضا حتى قبل الدرس بساعة على الأقل أن يكون ذهنه فارغ من المشاكل من الأمور المختلفة التي تعينه على أنه يرتب كلامه كويس ويوصل المعلومة للطلاب كما ينبغي. فهو شغل، دي مشغلة ملأت وقتك الآن. لذلك الطالب في مرحلة الطلب يقبل على الطلب جيدا ولا يستعجل التصدر. وهذا معنى قول الإمام الشافعي رضي الله عنه: تفقه قبل أن ترأس، فإن رأست فلا سبيل إلى التفقه. يعني إذا بدأت تتصدر هتلاقيك اكتفيت باللي عندك، لأنك فرحان بأنك الناس مصدرينك وخلاص وانتهى أمرك على كده. فصل: من ينبغي أن يبكر بقراءته على الشيخ أول النهار لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لأمتي في بكورها. زمان إخواننا كان التدريس بعد الفجر، التدريس كان بعد الفجر لحد الظهر،
دلوقتي ما شاء الله الناس لأنها يعني الله يكون في عونها شغلها الصبح وكذا، فالتدريس غالبه بالليل. البركة في البكور، البركة في البكور، من الدرس كده يصلي الناس تصلي الفجر وتقعد كده في المسجد شوية تذكر الله، وبعدين نبدأ بقى التدريس لحد ما قبل الظهر بساعة ولا حاجة، وبعدين القيلولة، ثم بعد ذلك نصلي الظهر، ثم نكمل تدريس لحد العصر. كده كانت برامج المشايخ كده، نصلي العصر، نقعد في المسجد ندرس حاجة تانية لحد ما جه المغرب، خلاص قعدنا من المغرب العشاء بنذكر الله في مجلس الذكر ولا في قراءة قرآن ولا في حلقة كذا أو كذا عبادة. العشاء جت، خلاص نصلي العشاء وننام عشان نستعد لصلاة الفجر أو قبل الفجر بساعة أو ساعتين عشان القيام، ثم صلاة الفجر وتبدأ يوم العيد وهكذا. كان برنامج كده. دلوقتي الدنيا متشقلبة. وينبغي أن يحافظ على قراءة محفوظه. يعني مش حاجة أنت حفظتها خلاص أنا حفظتها، لا، أنت محتاج تراجع حتى ما حفظته. الكتب اللي أنت درستها قبل كده محتاج كل فترة تعيد عليها. دلوقتي الطلبة عندهم فكرة معرفش جات لهم منين، إن والله الموضوع ده أنا ذاكرته قبل كده أو حضرت فيه دورة قبل كده أو اتشرح لي قبل كده، وبعدين الكتاب يفضل مقفول طول حياته. أنت هو كده؟ الدنيا مش كده أبدا. حاجة ذاكرتها بتركنها عندك وترجع لها باستمرار، كل فترة تراجع عليها، كل فترة تراجع عليها، كل فترة تراجع عليها. يعني بيبقى في ورد من الحاجات اللي أنت درستها عشان تقعد تدرسها تاني وتراجع عليها تاني. وينبغي أن يحافظ على قراءة محفوظه، وينبغي ألا يؤثر بنوبته غيره، فإن الإيثار بالقرب مكروه بخلاف الإيثار بحظوظ النفوس فإنه محبوب. إن رأى الشيخ المصلحة في الإيثار في بعض الأوقات المعنى الشريف أشار عليه بذلك امتثل أمره. يعني الطلاب زمان كانوا بيعملوا إيه؟ كانوا بيروحوا يقرأوا على الشيخ، خلاص، وكل طالب له نوبة، يعني ليه دور، خلاص. فأنت لما يجي دورك ما ينفعش تعمل فيها طيب وتروح مقدم زمايلك، لا، أنت دي قربة إلى الله سبحانه وتعالى، فأنت إذا جاء دورك خذ دورك، لأنه لا إيثار، دي قاعدة، لا إيثار في القربات، دي قربة إلى الله، مش حاجة اسمها إيثار فيها. فإن الإيثار بالقرب مكروه بخلاف الإيثار بحظوظ النفوس. يعني حاجة بتاكل سندوتش مثلا، بتشرب حاجة وفيها حظ نفس، دي بتعزم بها على غيرك، لكن ما بتعزمش على غيرك بطاعة. فإن رأى الشيخ المصلحة في الإيثار بعض الأوقات لمعنى شريف أشار بذلك امتثل. يعني لو الشيخ قال له يا فلان أنت لا انتظر، هذا دورك نعم، لكن انتظر، قال هناخد فلان قبلك، خلاص يمتثل الأمر الشيخ. ومش لازم الشيخ يبرر بالمناسبة، يعني مش لازم الشيخ يقول لي أنا قدمت فلان عليك، مش لازم الشيخ يبرر لك كل حاجة، أنت تاخد اللي الشيخ بيقوله وخلاص. ومما يجب عليه يتأكد الوصية به ألا يحسد أحدا من رفقته. هتلاقي كده في حد في الحلقة أو معاك من زملائك أو أقرانك متفوق عليك، مفتوح عليك، بيحفظ بسرعة، الشيخ بيمدح فيه أو بيذكره بخير أو كذا أو كذا. لازم طالب العلم يعني يعلم أن هذه قسم قسمها الله سبحانه وتعالى. فهو لا يحسد، وإنما يسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيد صاحبه، وأن يفتح عليه كما فتح على صاحبه، وأن يرضى عنه كما رضي عن صاحبه، وأن يرضي شيخه عنه كما رضاه على صاحبه، لأن قلب الشيخ هذا بيد الله. فأنت لا تحسد، ولكن تمنى ما عند غيرك عن ما عند غيرك من الخير. ألا يحسد أحدا من رفقته أو غيرهم في فضيلة في فضيلة رزقه الله الكريم إياه، وألا يعجب بنفسه بما حصله. يعني أنت لو أنت المتميز في المجموعة ما تعيش في الدور بقى وتعمل نفسك شيخ صغير على الطلاب اللي معاك، لا، أنت ما زلت طالبا، وأنت ما عندك هذا فضل من الله قد يسلب منك في أي وقت. إقبال الشيخ عليك أو محبته لك مثلا قد تنزع في أي وقت، فأنت إيه يعني برضو إيه شوية شوية على نفسك. ألا تعجب بنفسك، وألا يعجب بنفسه ما حصله. وقد قدمنا إيضاح هذا في أداب الشيخ، وطريقه في نفي العجب. يعني الطالب لما يلاقي نفسه كده ما شاء الله مع الشيخ بقاله كتير، بيقرأ حاجات كتير، وبقى طالب قديم، والطلاب بدأوا الصغيرين منه يحترموه ويسألوه، وبقى قريب من الشيخ، وبقى يفهم بسرعة الحاجة مش زي الأول، هيلاقي فيه كده حاجة حصلت في نفسه، إن أنا بقيت إيه ده؟ أنا بقيت جامد. فالشيخ هنا كيف ننفي هذا المعنى؟ يقول لك وطريقه في نفي العجب
أن يذكر نفسه أنه لم يحصل له ما حصل بحوله وقوته، وإنما هو من فضل الله تعالى. أنت اللي عندك ده سواء من قوة ذاكرة أو من قوة حفظ أو من سرعة فهم أو سرعة بديهة، هذا ليس بيدك، وإنما هذا من الله سبحانه وتعالى. هذا رزق ساقه الله إليه، ينزع منك في أي لحظة. فلا ينبغي أن يعجب بشيء لم يخترعه، مش أنت اللي حطيت في نفسك سرعة البديهة وسرعة الفهم وسرعة الحفظ، بل أودعه الله سبحانه وتعالى فيه. فأنت إذا عرفت أنه ما عندك ليس منك وأنه لا حول لك فيه ولا قوة، خلاص هتهدى شوية على نفسك، لأنه ما عندك قد ينزع منك ويذهب إلى غيرك. قال: وطريقه في نفي الحسد أن يعلم أن حكمة الله تعالى اقتضت جعل هذه الفضيلة في هذا. يعني لما تشوف واحد متميز في حاجة أحسن منك، يعرف أن ربنا ليه حكمة في كده، يعرف أن ربنا أراد أن يوظف فلان هذا في نصرة دينه. وأنت إذا كان همك هو الحق وهمك هو نصرة الحق وهمك هو نصرة الدين ونشر العلم وكذا، خلاص ينتشر بك أو بغيرك، مش لازم أنت، يعني مش هتعبد نفسك، يعني خلاص ينتشر بك أو بغيرك. يبقى فلان ده ربنا قسم له القسمة دي، أنا ربنا قسم لي إيه؟ لسه هنشوف. ويعرف أن ربنا قسم لك حاجة برضو، حاجة حلوة كمان بس مناسبة ليك. فإيه؟ أن يعلم أن حكمة الله تعالى اقتضت جعل هذه الفضيلة في هذا، فينبغي أن لا يعترض عليها وأن لا يكره حكمة أرادها الله تعالى ولم يكرهها، والله أعلم. يبقى إذن هتعمل إيه في الحسد دوت؟ إنك تعرف أن حكمة الله اقتضت أن تكون في هذا دون غيره، زميلك هذا، وتسأل الله أن يزيده، وتسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقك ما رزقه، ففضل الله سبحانه وتعالى واسع. نقف هنا ونكمل إن شاء الله تعالى في المرة القادمة. أي سؤال؟ تفضلي. كنت عايز أسأل، هي آداب المتعلم دي منطبقة على دكاترة الجامعة؟ يعني نحن نلتزم الأدب بنفس الطريقة دي معاهم؟ منطبق على كل الناس، منطبق على كل من أفادك حرفا. آداب المعلم مش بس المعلم القرآن، كل من أفادك حرفا. وبعدين يا جماعة، إحنا نتأدب مش لأن والله فلان ده يستاهل نتأدب معه وما يستاهلش، لا، إحنا دي عبودية، دي عبودية، يعني أنت ده واجبك، هذا واجبك تساب عليه. فلان بقى والله لا يستحق أن يتأدب معه، لأنه هو فلان ده أصلا قليل الأدب، فلان ده عارف إيه، فلان ده ما يستحقش، فلان ده أستاذ في الجامعة بيعمل كذا، أنا مالي، هو رب يحاسبه، أنت تعمل اللي عليك، أنت تعمل اللي عليك فقط. فأنت ما الذي عليك؟ أنك تتخلق بهذه الأخلاق. طب والله ده أستاذ الأساتذة في الجامعة دول مش زي بتوع زمان، يعني كده ما فيهمش أخلاق المعلم، أنت مالك، أنت ده واجبك اعمله، هو قصر في واجبه رب يحاسبه. فأنت تتخلق بالأخلاق الكريمة، لأنه أولا الأخلاق الكريمة دي تليق بك أنت كمسلم، أنت اعرف كده، قول أنا لا يليق بي إلا كل خلق كريم، فأنا أتخلق بمعالي الأخلاق، سواء كان اللي قدامي بيعاملني بهذه الأخلاق أو بيقصر في التخلق بهذه الأخلاق، أنا لا يليق بي إلا هذا. ثم أنت تعبد الله سبحانه وتعالى بالتخلق بهذه الأخلاق، هذا واجبك فقم به، والله أعلم. أظن نفس السؤال في حد سأله هنا، معلش سؤال غريب شوية، هل احترام المعلم ده معناه أن الدكتور في الكلية مثلا يزعلي أو يهني ويدافعش عن نفسي، ولا ينفع أرد بأدب؟ وبرضه في الدراسات العليا ممكن الدكتور يستغل الطالب انه يقضي مشاوير، فهل المفروض يوافق؟ استاذ الجامعه زي ما قلنا هو استاذ، هيزعق لي هيبهدلني بعد المحاضره ما تخلص، هروح له مكتبه هتكلم معاه بالراحه، اقول له دكتور حضرتك يعني زعقت لي وانا كنت اقصد كذا وكذا وانا عايز اوضح لك موقفي بكل ادب، هيشيلها لك، لو هو راجل محترم هيشيلها لك ويعرف انك محترمه ومتربيه وبنت ناس. لكن الرد عليه، يعني شوفوا يا جماعة، أفشل طريقة إن الواحد يعمل راسه براس أستاذه، عمره ما هيقبل، يعني لا أستاذ الجامعة مش هيقبل هذا أبدا، خاصة مع إنه مع الأوضاع اللي موجودة حاليا، إنه هيعتبر إنك عايزة تصغريه قدام الطلاب.
ومش كلهم زي بعض، بعضهم يقول لك اه والله، يعني بعض اساتذه الجامعه لو متربيين كويس يقول لك اه والله قدام الطلاب، يقول لك يا جماعه معلش انا غلطت في هذه المعلومه وفلان صححتها لنا جزاها الله خيرا. واحنا شفنا كده من مشايخنا، شفنا كده بعض مشايخنا رضي الله عنهم، الشيخ كان قاعد في مجلس اقراء حديث، وبعدين جه طالب قال انا سمعت يا شيخ هذا الحديث من شيخ من مشايخنا وسنده فيه عالي. فالشيخ قال له تعالى يا فلان. لما تقدم الشيخ قعده مكانه وراح قاعد الشيخ تحت رجليه وقال له يلا قول الحديث اللي عندك. الطالب طبعا اضطرب، ازاي انا اقعد الشيخ تحت رجلي كده؟ قال له يا ابني قول انت دلوقتي الاستاذ. في مشايخ كده هتحصلوا بعضهم كده، ومش هتحصلوا بعضهم كده، بعضهم هيقول لك ايوه ده عايز بقى يبين لي او يفرد نفسه او كده. فانت في كل الاحوال مش هينفع تعملي راسك براس الدكتور او الاستاذ او كده. افشل حاجه ان الواحد يعمل راسه براس استاذه، زي ما هو افشل حاجه بتفشل البيوت ان الست تعمل راسها براس زوجها، ولما تلاقيه بيزعق تروح مزعقه اصابه. افشل حاجه برضه، استنى لما يهدى وبعدين تكلمه. انت لو شيخك غلط فيك هتستنى لما يهدى خالص وتجيله على جنب بعيد خالص بعديها بيوم او اتنين لما يهدى وتكلمه. هو لو محترم هيرد لك حقك قدام الناس، زي ما زعق لك قدام الطلاب هيرد لك حقك قدام الطلاب. انت اعمل الايه، اعمل ما ينبغي ان يكون، مش هتخسر لا في الدنيا ولا في الاخره ان شاء الله تعالى. طيب في اسئله تاني؟ كيف يعرف المرء أهلية العالم أو الشيخ اللي يتعلم عنده في خاصة في وقتنا الحالي؟ كيف يعرف؟ هو المعرفة هنا مش تبقى معرفة علمية، لأنك لو عرفت أنه أهل لهذا علميا فأنت فوقه، فأنت إذن لا تحتاج أنك تتعلم عليه على أي حاجة. معرفة الأهلية بتكون بنوع اجتهاد، أنك تعرف مثلا أنه متخصص في هذا، أنك تعرف أنه متصدر لهذا، انك تعرف انه اقرانه بيمدحوه في هذا، يعني معرفه كده عامه. لكن معرفه تفصيليه لن تتوصل اليها، معرفه تفصيليه لانك لو عرفت هذه المعرفه التفصيليه فانت الشيخ وليس هو. فهي المعرفه كيف تعرف؟ بالتصدر، بانه يكون معروف انه متخصص في هذا، انه والله اقرانه بيقول انه فعلا فلان دوت مؤهل لتدريس هذا. وانت نفسك لما هتجلس يعني مع الشيخ وبتستخير تستعين بالله أيضا، يعني بتاخد بالأسباب الظاهرة والأسباب الباطنة، تستخير الله سبحانه وتعالى قبل ما تقدم على الدراسة على إيد فلان، أو إنك تحضر مع فلان هذا الدرس أو هذه الدورة أو كذا، عشان تأخذ خيره وملكش دعوة بشره إذا كان عنده شر. ماشي، يلا نراكم على خير إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.